الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم كامل في قناتكم ريجيم بدون تكاليف، ريجيم بدون حرمان مع مريومة. فيديو اليوم راح يعجبكم بإذن الله، راح ندير لكم واحد التحدي يساعد الخدامات بوكو بلوس بصحة الماكثات في المنزل. واش نقول لكم، لو كان طبقوا هذا التحدي راح تفقدوا خاصة هذوك الدهون العنيدة اللي راهم مهبلينكم. تابعوا معنا الفيديو للآخر، ما تنساوش الاشتراك في القناة. إذا كان أول مرة تحضرونا زيدوا شوفوا فيديوهات أخرى، تحديات أخرى، وصفات أكل تقليدية بطريقة صحية، وكذلك الوصفات العصرية، وبلا ما نساو فيديوهات تشجيعية الهمسات والفيديوهات القصيرة هذوك اللي فيهم معلومات كثيرة. انضموا لنا البنات، عبزوا على هذاك اللايك وارواحوا. التحدي هذا قبل ما نحطه لكم راني جربته قبل في نفسي حوالي 15 يوم وانا به، ساهل بالبزاف. عندكم حوالي 3 ايام الاولين فقط اللي يجيكم شويه صعيب، لا يعصركم في 3 ايام الاولين، بصح الصبر واللي يحب الشباح ما يقول اح. اذا كان صح راكي حابه توصلي لازم تجوزي على مراحل على فترات، لازم تجوزي على فترات صعيبة، لازم تجوزي على فترات من الجوع، لازم تجوزي على فترات من اليأس وتقولي خلاص ما راحش نقدر. لازم، إذا ما جزتيش على هادوك ما راحش توصلي. ما كاش طريقة ما فيهاش العقبات، ما كاش طريق ما فيهاش دودانات. أنا نحير في وحدة عايشة في الجزائر وتقولي ما قدرتش للريجيم وجاوني العقبات. ملي تخرجي من الدار وانتي في العقبات، حياتنا طول عقبات، زعما جات على الريجيم كيف فيه العقبات. المشكل فقط أنه إذا كان فشلتي ما تقعديش تماك. العيب ماشي كيطيح البنادم، العيب كيطيح وما يحاولش انه يعاود ينوض. حتى ويحاول لي ينوض ويعاود يطيح، يحاول ينوض ويعاود يطيح، ماشي مشكل، يجي نهار ويوقف. بصح هذاك اللي كيطيح ما يعاودش يوقف، ولا هذاك اللي اصلا ما يديماريش على خاطر يخاف يطيح، هذاك كارثه كبرى. بصح هذاك النوع ما عنديش في القناه، راني نشوف فيكم كامل ما شاء الله اللي تبداها حتى وتغلط دور 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 تكتب لي مريومة الحمد لله راني لحقت. لازم كامل تلحقوا البنات، لازم هذوك التعليقات اللي راكم تقراوهم كامل تولوا نتوما تكتبوا تعليقات كيما هما. نروحوا نبداو التحدي تاع هاد المره. شفتوا التحدي اللي قبل هذايا تاع دكتور بيرج اللي فيه 3 ايام، بعد 3 ايام اللي حبيت تشوفوا راني نخلي لها الرابط ديالو. هذاك تحدي هايل ويعتبر اسرع ريجيم صحي. التحدي تاع هذه المره راح يكون غير هذوك 3 ايام الاخرين، بصح نقدروا نكملوا به مدى الحياه اذا كان اكيد عرفنا كيفاش ناكلوا في هذيك الوجبه ونصف. على خاطر هذوك 3 ايام الاخرين اذا راكم سمعتوا الفيديو فيهم وجبه ونصف، كيفاش نقدروا نعيشوا حياه صحيه بوجبه ونصف. وكنقول لكم اغلبيه الدكاتره بما فيهم دكتور بيرج عايش بنظام الوجبه ونصف. كيفاش نقدروا نديروا وجبه ونصف ونعيشوا حياه طبيعيه؟ ياك يقول لك لازم 5 وجبات ما كاش منها، لازم 3 وجبات ما كاش منها، كل واحد والجسم ديالو. اون بليس ما ننساوش باللي كاين مراحل في الحياه وين الانسان يحب يفقد وزن. 5 وجبات الانسان العادي في الوزن، 3 وجبات الانسان اللي الوزن تاعو عادي ولا حب يفقد غير كميه قليله من الوزن. هذوك 3 وجبات ينقص منهم ويعرف كيفاش ياكل فيهم. بصح الانسان اللي راهو في خطر يقدر ينقص الماكله تاعو حتى الوجبه ونصف وما يصرى له والو، عنده الريزيرف. الريزيرف كاين، الجسم الطاقه يجيبها يجيبها. تقولي لي ما عنديش ندوخ في الايام الاولى، اوكي وشنو هو؟ انا ننصحكم ما تبداوش بتحدي كيما هذا مباشره، يعني جامي درتي ريجيم وتروحي تبداي بهذا، لا ابداي اللي قبل مدة 15 يوم بالتحدي الأول والثاني اللي راهم في القناة، تحدي الكميات والنوعيات وتحدي العشاء الثقيل، هذوك هما الأساس. الجسم تاعك يوالف الكمية الجديدة اللي راح تاكليها، يوالف يعني أنه يفوت هذوك الفترات تاع الجوع، يتغلب عليهم بلا ما يفيق. هذاك هو الهدف من هذوك التحديات. من بعد ديري التحديات الأخرين كيما حبيتي، غير درتي هذوك 15 يوم حبيتي تصوتي ديرك لهذا مرحبا بك، أرواحي ديريه معانا. اوكي حيرتكم بهذا التحدي نو ساهل، تبعوا برك معايا ما تروحوش بعيد. حوامل ومرضعات اكيد ممنوع عليكم، اطفال ممنوع عليهم،
اللي عندهم امراض الغده تقدروا ديروا كل التحديات في برك. شوفوا هذيك الماكله اللي قالت لكم الطبيبه تاعكم ما لازمش تاكلوها، هذا مكان سينو كل تحديات تقدروا ديروها. الغده لا تعتبر مرض اللي يمنع من الريجيم، مام هذوك اللي عندهم تكيس سيتو هذو لا يعتبروا من الامراض المزمنه اللي نخافوا عليهم في فترات الريجيم. اما فتره الحيض ف بون، اذا كانت بداي مباشره في هذا التحدي وانت بها لا اصبري تصفي ان شاء الله وديري هذا التحدي. واذا كنت خلاص راكي بهذا التحدي وعجبك وراكي مكمله به وفي النصف تاعو في الوسط جاوك طبعا الدوره تاعك الحق الوقت تاعها، حبسي هذيك الفتره من بعد عاودي ولي. كي نقول لك حبسي ماشي معناتها هايلك يا وعدي. واخيرا راح نهضروا على التحدي، وجبه ونصف زائد سناك. نصف الوجبه هو افطار الصباح، بصح قد ما بعدتيه قد ما احسن في هذا التحدي باش نخليو الانسولين راقد اطول فتره ممكنه. على بالك بلي هرمون الانسولين اون فوا ترقدي في الليل وتحبسي الماكله هو رايح يرقد وهو اللي مسؤول على تخزين الدهون. كي يكون راقد ما تتخزنش الدهون، هو يرقد وهرمون النوم وينوض ويبدا يحرق في الدهون. صافي نتيا بعد ما رقدتي الليل كامل ما كليتيش، كي تنوضي الصباح زيدي كملي في هذاك الريتم. ما تشربيش قهوه ديالك، بقاي غير تشربي غير في الماء اما وحده، واذا ما عندكش مشاكل في المعده حبيتي تزيدي لك شي حاجه معليش. انا نفضل وحده. من بعد راكي غير تشربي في الماء بكميات قليله بكميات قليله حتى تلحقي لهذيك الفتره اللي تقولي سي بون ما نقدرش نزيد موراها لازم نص قهوه. يعني نقولوا جوتها ل 10 ل 11 على حسب الوقت اللي نصتي فيه. اللي ناص على 9 مثلا راهي ما تجوعش حتى ل 11 ولا 12، بصح اللي ناص على 5 تاع الصباح بالك 9 تجوع. المهم قد ما طولتي هذيك الفتره حوالي زوج سوايع ثلاثه وباش قهوتي قد ما راح تربحي انه هرمون النمو تاعك يبقى يحرق في الدهون. اون بليس ما تنسايش راكي تتحركي وراكي تبذلي جهد مع الشغل تاع الدار، يعني الجسم تاعك راهو يجبد من هذاك المخزون اللي عندك. ما راحش نقول لك صوتي افطار الصباح، ما نصوتيوهش افطار الصباح، انا ضد هذيك الفكره. انا مع اني نصوتي العشاء بصح افطار الصباح ناخذه. وشنو هو؟ تاخذيه خفيف. افطار صباح قهوتك مع حاجه خفيفه وماشي شرط تكون طيبتيها بطريقه صحيه. الحاجه اللي كانت بصح مهما يكون الصحي خير، اذا كاش ما خدمتي حاجه صحيه ما شاء الله، واذا طفرت كامل اي حاجه كانت عندك تستقهواي بها. اذا كان خدامه اكيد راح تستقهواي الصباح وتخرجي تروحي لخدمتك، واذا ما كيفها في المنزل ديري كيما قلت لك، بصح النتيجه راح تكون كيف كيف على خاطر هذيك اللي تخدم اكيد رايحه تاخذ فتره في الصيام من بعد اكثر من هذيك اللي ما كيفها في المنزل. من بعد كي تتقهوي تحبسي الماكله تبقاي تشربي غير في الماء ولا راكي تشربي في الديتوكس، كل مره ديري ديتوكس جديد. تبقاي هكذاك حتى تكملي توجدي الغداء وتوجدي كامل دارك وتنقي وكل شيء، ما تاكليش ما تتغدايش، روحي ديري قبل سبور، ديري نص ساعه كارديو ولو كان شطحي، اي حاجه اي سبور اللي يزيد يتعبك ويزيد يحرق لك من هذاك المخزون. من بعد ما تدوشي تحطي هذاك الغداء ديالك واش طيبتي للعائله. مهما يكون الاكل الصحي احسن، نزيد نعاودها، اذا كان طيبتي اكل ماشي صحي ليهم عاوني روحك بالسلطات، واذا كان حتى الاكل تاعهم راهو صحي تاكلي معاهم، بصح لازم تاكلي مليح ماشي تطرطقي ماشي تتخمي ماشي تولي تمشي وتتقرعي، بصح تاكلي تشبعي. لازم الغداء هذاك اللي هو اللي راح يكون عشاء ما تتعشايش يكون فيه البروتين يكون فيه النشويات يكون فيه الالياف تاع يعني اللي من الخضر. البروتين ماشي شرط يكون حيواني برك، قادر تخلطي ديري مثلا اليوم باقوليه تاع دس لوبيا هذو ثانيك بروتين، من غدوه ذاك ديري بيض اللي موراه ديري لحم دجاج حوت على حساب الشيء اللي عندك تتغداي مليح. من بعد من تمك هذاك الغداء نقول لك يكون ما بين 3 و 4 تاع العشيه. كي قريب يلحق الوقت تاع المغرب تاكلي فاكهه. ثانيك ما راحش نقول لك لازم زوج حبيبات ولا لازم برج ولا، تاكلي كميه من الفاكهه اللي تضمني بها انه ما راحش تجوعي في الليل وخلاص. هذا هو التحدي، باين ساهل عندك في الليل. شفتي روحك جعتي تشربي غير الماء ولا التيزانات اللي يكونوا بدون سكر. تيزانه في الليل تساعدك على النوم، النوم المليح يساعد على الحرق، وزيد بما انه ما فيهاش سعرات حراريه الجسم تاعك راح يتعب عليها اكيد باش يهضمها ويستعملها، وبالتالي راح يزيد يحرق شويه عليها سعرات وانت راقده.
حتى اذا كان حبيتي تاكلي ياغورت طبيعي في الليل قبل النوم معليش، بصح ماشي شرط. بزاف ناس اللي حسبت لهم ياكلوه يشيانو ما ياكلوهش ما يشيانوش، لا لا ما كاش منها. صح هو يعاونك انك تحرقي دهون وانتي راقده، بصح اذا عندك كوليه، اذا ما عندكش ما تاكليهاش. جامي تكلفي نفسك فوق الطاقه تاعها في المصروف على جال الريجيم. تقدري بهذه الطريقه تكملي وتعملي يوم مفتوح نهار تشوفي روحك باللي فريمو محتاجه هذاك اليوم المفتوح. اما عندك مناسبه باينه على بالك باللي النهار الفلاني راكو خارجين راح تاكلي برا، ديريه باللي هذاك هو اليوم المفتوح. واذا كان قاعده غير في الدار وما تقدريش كامل، يعني ما عندكش يعني هذو الفرص تاع تاكلي برا في ريستورون ولا، ديسيدي باللي مره زعما نقولوا في 15 يوم ديري يوم مفتوح نساي كاع قسام الريجيم نسايه، ديريه نهار كامل وانت تاكلي عادي، افطري الصباح عادي، تغداي عادي، شربي قهوه عشيه عادي، وتعشاي عادي. من غدوه ذاك عاودي باللي للريجيم ديالك هذا ما كان. اذا كنتي خدامه تقدري تطبقي هذا النظام، قهوتك تاع الصباح تشربيها قبل ما تروحي للخدمه، وكي تروحي للخدمه تدي معاك فاكهه على خاطر العشيه انت راح تجي روطار، ما يصحلكش انك تتعشاي وتزيدي تاكلي الفاكهه. هذيك الفاكهه اللي قلت لك تاكلها الماكسه في البيت عند المغرب انتيا تاكليها في الخدمه، هذاك هو الغداء ديالك. وكي تدخلي للدار ديري فيها وجبه واحده هي الغداء وهي العشاء، حتى وتكون متاخره الله غالب حتى تطيح الظلمه باش توصلي للدار معليش تاكلي هذيك الوجبه معاهم. ان شاء الله يكون التحدي تاع اليوم مفهوم وواضح. بالتوفيق للجميع وغدا يوم افضل ان شاء الله.